هاي بنيتي، جيتي؟ هاي جيتي كده؟ ها جيت انا نعتك شويه، عيني غمدتش، كنت نسبح. يلا ربي حبيبي، يلا بنيتي كلتيش ولا؟ يلا بنيتي شنو قلتي؟ سلام امي، لاباس كدايره؟ اش اخبارك؟ نتمنى تكوني بخير وعلى خير. امي راني عييت، عييت ربي يمتى نسالي من هادشي. امي وامي بغيت الكبيده بلاتي نجلس نتوقد. اه يا امي، اه ربي حبيبي، ايه ربي حبيبي، ربي حبيبي، يا ربي حبيبي، اه امي بتي ماشي، يا ربي يا ربي. يلا سمعنا خير بنيتي، يلا شنو قلتي؟ انا عارفك، عارفه يعني انا من الدار للخدمه، من الخدمه للدار. امي راك عارفه الماده تنجيبها تنحطها ليكم. قلتو قريتوني، هي قريتوني وصلتوني، هادشي انا ما ناسياش امي. ولكن انا وصلت 43 عام امي، اي ودابا خاصني انا نتزوج باش ندير وليدات. كتب الله، عارفه وانا عارفه امياتنا كله حنا مع السقطه الرضا بزاف. اش غادي ندير امي؟ هو قال لك ما بغيت وحده ما تخدمش، بغيتها تبقى في الدار. تعزيك معززه مكرمه، ما يخصك معايا حتى خير. وعرفت امي، ولكن اش غادي ندير امي؟ راه هذا هو رزقي، ما عمر شي واحد ما تقدم ليا. راك عارفاني انا داخل راسي وق راسي، راك عارفاني ما تنخرج لا هك لا هك، غاديه نيشان بحال التران. ايوا اش نقول ليها امي؟ قلت ليها راه تنمشيو لمين دارنا، هما اللي غادي يقولوا ليا. قال لك ما تخدميش لا والو حتى حاجه، دار دار، ما تخصك حتى حاجه معايا وصافي. قلت لي راه مين دارنا؟ راهم هما تعذبوا وانا تعذبت وقرايت، ضربت تمارة والسربيات وسيروجي كنانش، هادشي كله عارفه. ايوا بنيتي بغيتي تزوجي ليه؟ هرب الزواج، هرب الطاعه. لا والله واخا قلتي ديما قولي ما كاين لا زواج لا والو، وعرفناك واخا عندك 43 عام، مالك غادي تخمجي ولا شنو؟ يلا غتلفيني ستي في الهضره، قلبتي ليا مخي دابا شقفت تهضر. ما كاين لا زواج لا والو، وتقول بنيتي كنا شنقريو فوق باش قلقتيني دابا بنيتي. واش كنا تنقريو فوق باش تمشي تزوجي بيه؟ تزوجي 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 بسلاتي الله ورسوله، تبقاي تزوجي وتبقاي تعطينا الماندا، نشرطو عليه داكشي في الكاغط، في الكاغيط نكتبو ليه. لحنا كنا تنضربو هاد السربيات كاملين وفايقين نايضين باش نقريوك. شنو قلتي؟ تتحبي الزواج اش فيه؟ هاش شحال انا ضربت تمارة مع ابوك، تجلسي في الدار، تجلسي راه شويه ويمشي يلوحك ويمشي يخليك. هما تصدقي لا حميده لا سبع فرانك، لا خدمتك طيحي عليها، لا هو يبقى شادك. الثقه في الرجاله، الرجاله فيهم الثقه، راه بغى يزعزعك على خدمتك. الرجاله راهم هادو هما روفيكس روفيكس. نمره الخدامه يقولك جلس في الدار، واللي خدامه يقولك بغيتها اللي جالسه مع شموره ما عدتها حاجه يقولك بغيناها تخدم، واللي مقزبه وهذه يقولك بغيناها تحجب، واللي متحجبه يقولك بغيناها تكون حتى هي تتلبس ونبغي نبان بها قدام الناس لابسه العصري. هي ما تعرفي منين تشديهم. مالا بنيتي؟ لا لا ما صالحلكش بنيتي، لا صالح. انا دابا غنسخط عليك بنيتي، لا بغيتي تبقاي تقولي لي هاد الهضره غنسخط عليك وغادي يجيبوك حتى هو يسخط عليك. ما تربحي لا هنا لا لهي، لا دنيا لا اخره بنيتي. واش كنا حنا تنضربو التماره كامله باش نعطيوها لواحد اخر ولا ياكلوك؟ فاش دابا تمشي وتجي، ياك تمشي في الطوبيس ايوا هنا نسحبك، زعما غادي يجي شي راجل يبرعك ويدير لك الطوموبيل ويكون حتى هو مانتو سمينه وكلشي، وتويا تبقاي تعطينا، تبقاي داك الماندا ما ديالوش ديالنا حنا. هذا هو انا الشرط ديالي، تنموت نهار نموت هذيك الساعه ديري بنيتي اللي بغيتي. ايوا لا كتب لك الله ما تولديش، اش غندير لك انا؟ راه تقدري تولد تزبجي وما تولديش نيت. ايوا هضري ليه، جاوبي دابا، جاوبي قولي ما كاين حتى حاجه من داكشي. صحاب انا شي حاجه مهمه ما نخدمش، ما نبغيش امي نخسر لك خاطرك صافي. عدو تاني تسخطوا وتبداو ديروا السخط، حنا خارج فينا انت دابا. انا بحال الاله غاديه جايه نخدم ونجيب الماندا نحطها وصافي، لا عيشه لا والو. وامي وامي انا دابا غنبقى نقولك سامحي لي وانا ما دايره والو حتى حاجه، دابا تنقولك سمح لي نجي نبوس لك راسك. يلا صافي انا غادي نهضر ليها، هو النمره هي عطاتها ليا البنت، غادي نديرها. الو سي حامي خويا، هذاك الشيء اللي هضرنا عليه قبيله ما كاين منه والو، ما الدار ما بغاوش.
من واحد الناحيه عندهم الحق، تعذبوا عليا وضربوا عليا تماره وكلشي باش انا نجي باش ناخذ واحد يجلسني في الدار. الله يكتب لك اخويا تاتا بنت الناس، ولا كتب لي انا ولد الناس اللي قبلوا عليهم ماين دارنا. لما قبلوش عليهم ماين دارنا انا ما نتزوجش، انا ما نتزوجش بلا ماين دارنا. صافي اخويا بالسلامه، صافي اخويا بلا صافي ضرب لي على النمره اخويا، حيد النمره الله يرضي عليك، شكرا يا بالسلامه. عايز على خاطرك امي ايوا صافي، ها هو ها هو العريس مشى فحالو صافي. يلا راسي على راسكم، تي واحد يدفن الاخر، واش انا ندفنكم ولا نتوما تدفنوني؟ باش ما نتسخطش امي. صافي اش غادي ندير؟